جاكم كافر. ايه حبيبي كابتن ياسر مشتاق له. اللي صار اللي صار مغامره، اللي صار بيع بيع وشراء، اللي صار بيع المباراه وتبي تدري اخي لا حبيبي قبل 4 ايام بيتي قريب، انت تعرفني بيتي قريب على الملعب، نائب رئيس هيئه الاداريه قريب على الملعب، بيتي قريب على الملعب، دز علي قال لي كابتن اريدك بشغله، ما خبرني اليه، خابر المساعد ايضا بيته قريب قال جيب لي علي وتعالوا. قلت له شيريد هذا انا عندي فتحه جيراني بعمر الورد شاب اجى من الدوام ومات. قلت له ما تقول شيريد هذا مو وقتها شيريد هم حيقول لي على اللعبه ترى قلبي خلاص. رحت عليه قلت له تفضل كابتن مقبلات اذني مع احتراماتي لهاي الكلمه علي احنا ردنا من عندك الثامن اخذت لنا الثالث ارفع لك القبعه عاشت ايدك كابتن علي وموسم الاخ انت باقي بس عادل غازي رفض وبس محمد قاسم رفض وبس انور مولا. قلت له كابتن طب لي بالمفيد انا ما اشتغل بعد انا ما اشتغل بعد قلت له طب لي بالمفيد اللي تريده شنو؟ قال اريدك تطلع المباراه للميناء. قلت له تخسه قلت له تخسه ورا يوم بشكل واضح و 100% 100% يشهد الله وانا مسؤول عن كلامي وهاي كل القنوات وما بيها خوف ما خاف من بني ادم قد ما خاف رب العالمين. حياتي ما خسران ياسر ياسر بحياتي 3 سنوات خسران مره واحده بنادي ما خليت نفط ما خليت دوري ممتاز ما ياسر ما خسران ما خسران. بعد ما رفضت شنو اللي صار؟ اللي صار ثاني يوم صارت هيئه اداريه جت لبيته قعدت ببيته حيدر المؤامره بدت بالبصره من فريق الخماسي بدت فريق الخماسي قال لي هو مسؤول على الخماسي تدري كل مشرف كل عضو هيئه اداريه يكلفوه على لعبه وخل اقول له قال لي علي على مود الخماسي ناخذ اللعبه الاخيره وناخذ مال هاي الاخيره نعت الله على الشيطان بلديه البصره وناخذ مال نفط البصره. قال علي احنا ضمننا الثالث زين ضحك وياي قال لي ظل يسوي همات يفيد ويستفاد اكيد بالخماسي طول المباراه. اسمح لي اسمح لي اسمح لي وكابتن فريد رايح لهم هو هناك قايل 5 ايام الفندق علي اكلي وشربي اكلكم وشربكم والفندق علينا وبس هلا هلا بالمروه احنا واللعبات تاخذوها من عندنا الاثنين التو والثاني مصدرين وروان رجعوا روان رجعوا من قال الخماسي مالتهم مصدرين زين هاك الحسابات. لكن عندنا شريف نزيه عضو هيئه اداريه حسين ثجيل امتنع قال له ايش تسوي خذوه على صفحه رد جاء لبغداد ثاني يوم قعد وياهم يبلغ باللاعبين قال لهم الهيئه الاداريه موجوده يمي انتوا وياي سنت الاخ ويا الميناء واخوتي شدوا الهمه بس باكر ما اريدكم تلعبون وما اريدكم تخجلوني ويا الميناء ما اريدكم تخجلوني ويا الميناء لان انتوا سنت الاخ بالميناء واحد من عندهم من النظفاء من الطيبين من الطيبين وبالمصطلح العامه قال لي كابتن انعلست ابو قول لي شلون انعلست قال لي كابتن هيك وهيك صار الكلام دبيت استقاله اللي الاخ علي عباس النظيف عضو هيئه اداريه طبعا عضو الاعضاء الهيئه الاداريه كلهم نظيفين يشهد الله كلهم نظيفين وانا دا حكي كثير عندي مشاكل ويا واحد بس نظيف نزيه كلمه الحق تقال عندي مشكله اني انا اتعارك شيء يسلم علي يسلم علي هاي مشكله ياسر حبيبي انا دا اقول لك ذمه برقبتك ما تقص ما اقص اي شيء بس قل لي بدايه المباراه انطات المباراه اسمح لي عيني اللاعبين يعني اللاعبين خانوك اذا بيت استقاله ترجاني رئيس النادي وعزيز علي رئيس النادي قال لي علي حتبين علي خاف شنو هاي اللعبه قلت له اخي قلت له قلت له وقلت لهم انا اعتزل التدريب شاب اول مره انا يمكن ثالث سنه انا ادرب اول تدري اني بانجازاتي اني العام هم نزلوا اني ما موجود على الفريق رجعوني رجعتهم من الثانيه للاولى وكلهم تنزل التدريب لو تستقيل ممكن نشوف لك بغير نادي ابد عمي شنو البيع والشراء عمي ما على اسف والله هيك البلد عمي والله بطل عماد محمد اللي دا يجيب لنا هاي الانجازات عمي وينكم بيع وشراء وديبو عمي كرهت الرياضه كرهت هالتوبه